ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن فصائل المعارضة السورية التي أسقطت نظام بشار الأسد تلقت دعما مهما من أوكرانيا، يشمل طائرات مسيرة ومعلومات استخباراتية. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على الأنشطة العسكرية الأوكرانية في الخارج أن الاستخبارات الأوكرانية أرسلت حوالي 20 مختصا في تشغيل المسيرات ونحو 150 طائرة مسيرة إلى هيئة تحرير الشام قبل 4 إلى 5 أسابيع من الإطاحة بالأسد. اعتبرت الخارجية الروسية السيطرة العسكرية الإسرائيلية على المنطقة العازلة في منطقة مرتفعات الجولان وعدد من المناطق المتاخمة لها انتهاكا لشروط الاتفاق السوري الإسرائيلي بشأن فض الاشتباك بين القوات لعام 1974. من الواضح أن السيطرة العسكرية الإسرائيلية على المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان وعدد من المناطق المتخمة لها تنتهك شروط الاتفاق السوري الإسرائيلي بشأن فض الاشتباك بين القوات لعام 1974، كما أن الضربات الجوية والقصف المكثف على أهداف عسكرية ومدنية على الأراضي السورية تثير قلقاً شديداً لدى المجتمع الدولي. يسود قلق دولي بشأن التوغل والسيطرة الإسرائيلية على منطقة فض الاشتباك مع سوريا في الجولان السوري المحتل. وبينما تبرر تل أبيب خطوتها بما تسميه درء أخطار محتملة من سوريا، تتزايد المخاوف من أن إسرائيل تمهد للتوسع على حساب المزيد من الأراضي السورية تحت مبرر إنشاء مناطق آمنة. من على منبر الكنيست يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن جبهة مواجهة جديدة تلوح في الأفق بعد سبع ظلت مفتوحة مع إسرائيل، وجاء ذلك في معرض حديثه عن تفكيك محور الشر الإيراني. ومنذ سقوط نظام الأسد رددت إسرائيل بأنها لن تسمح بتكرار ما حدث في 7 أكتوبر، وسريعاً تقدمت الدبابات لتتمدد في منطقة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في الجولان. وأظهرت صور حصرية لسكاي نيوز عربية دخول آليات عسكرية جديدة إلى هناك. خريطة التحرك الإسرائيلي الجديد تظهر اقتحاماً للمنطقة منزوعة السلاح في الجولان، بينما تتحدث تقارير إسرائيلية عن بعض من النقاط الإضافية دون تحديدها. هذا السيناريو يتجدد بعد اقتحام جنوب لبنان بهدف إنشاء منطقة عازلة بعمق 10 كيلومترات بداعي إبعاد خطر حزب الله عن مناطقها الشمالية. ولا مؤشرات بحسب تحديثات اليونيفيل لأي انسحاب أقله في الوقت الراهن، رغم اتفاق على وقف إطلاق النار يمهد لتطبيق القرار الأممي 1701. أما في قطاع غزة فتتمسك إسرائيل بإنشاء منطقة عازلة في شمال قطاع غزة، وأخرى تمتد بعمق 1 كيلومتر على طول الحدود مع القطاع، وتضاف تلك إلى وجود عسكري على طول محور نتساريم لتفصل به القطاع إلى نصفين. تصوغ إسرائيل مبرراتها لخلق مناطق آمنة بإبعاد الخطر عن ساكنيها، بينما يحذر مراقبون من أي مخطط قد تحمله إسرائيل لتوسيع حدودها. بعد حملة ممنهجة وغارات من الجو والبحر دمرت إسرائيل معظم مقدرات وتجهيزات وأسلحة الجيش السوري، خطوة دفعت مراقبين لطرح تساؤلات بخصوص مدى تأثير تدمير الجيش السوري على تطورات الأحداث في سوريا حاضرا ومستقبلا. الكلاشنيكوف بات السلاح الأقوى للجيش السوري، سلاح الطيران والبحرية والمدرعات الرادارات منظومات الدفاع الجوي صواريخ مسيرات مخازن مطارات مصانع السلاح. باختصار، الغالبية العظمى من مقدرات الجيش السوري قضت عليها إسرائيل. في العراق تم حل الجيش العراقي كمنظومة، في سوريا بقيت منظومة الجيش، لكن إسرائيل جعلت من الجيش السوري جيشا منزوع السلاح إلى حد بعيد. لكن يبقى السؤال الأهم، ما هي تداعيات هذه الخطوة الإسرائيلية؟ الجيش السوري ربما سيحتاج لعقود ليعيد التسلح وبناء نفسه كجيش عصري، فعليه أن يبدأ من الصفر، وإعادة التسلح بحد ذاتها تفتح الكثير من الأبواب. الجيش السوري مثلا هو جيش المعسكر الشرقي المعتمد تماما على الأسلحة الروسية والشرقية،
فمن سيكون مصدر السلاح القادم؟ روسيا المغضوب عليها أم الغرب؟ أم ربما تركيا؟ ومصدر السلاح سيكون صاحب تأثير أيضا على اتخاذ القرار. تغييب الجيش السوري يعني بشكل فوري تحول هيئة تحرير الشام للقوة العسكرية الأقوى على الساحة السورية، مع كل ما قد يعنيه هذا مستقبلا من ارتدادات على من سيحكم سوريا ومن سيقرر مستقبلها. تحول هيئة تحرير الشام للقوة الأبرز سوريا لا يعني أنها الأقوى على الأرض السورية، فالجيش الإسرائيلي هو الآخر على الأرض السورية، ولا تقف بينه وبين دمشق أي قوة عسكرية حقيقية. هذا ليس إعلان نوايا إسرائيلي، لكنه تهديد، تهديد كافي ليعطي إسرائيل تأثيرا على ما يجري في سوريا، والأهم على ما قد يجري مستقبلا وعلى تشكيل وجه سوريا القادم. إسرائيل ليست القوة الوحيدة الأجنبية على الأراضي السورية، فتركيا أيضا موجودة بشكل مباشر، إما عبر جيشها التركي أو من خلال أذرعها. نعم، أذرعها، مصطلح سترثه تركيا في سوريا بعدما حلت محل إيران من حيث التأثير، وهذا سيعطي تركيا تأثيرا مشابها للتأثير الإسرائيلي على مستقبل سوريا. إن عودة الجيش السوري القوي هي الضمانة ضد التدخلات الخارجية، والمفارقة هنا هي أن التدخلات الخارجية هي من ستحدد شكل الجيش السوري القادم. إنه نفس سؤال الدجاجة والبيضة، إذن كيف سيكون الشكل الجديد للجيش السوري؟ وأي دور سيأخذه في إعادة بناء سوريا؟ نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، القدس. قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن سقوط نظام الرئيس بشار الأسد لن يضعف إيران، وأوضح أن إحدى دول الجوار من دون أن يسميها شاركت في المخطط الأمريكي الإسرائيلي في سوريا. وأضاف خامنئي أن نطاق المقاومة سيتسع ليشمل كامل منطقة غربي آسيا بشكل أكبر مما سبق. لا ينبغي أن يكون هناك شك في أن ما حدث في سوريا هو نتيجة لخطة مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. نعم، لعبت حكومة مجاورة لسوريا دورا واضحا في هذا الأمر وتلعبه وستستمر في القيام به، الجميع يرى ذلك، لكن اللاعبين الرئيسيين والعملاء الرئيسيين والمتآمرين الحقيقيين والعقول المدبرة ومركز القيادة موجودون في أمريكا وإسرائيل. هذه الأدلة لا تترك مجالا للشك. بعد أيام من انهيار النظام السوري عادت الحركة التجارية إلى أسواق دمشق وسط مطالبات في الشارع السوري بإزالة أي رموز للنظام السابق من العملة الورقية، وأبرزها تلك التي تحمل صورة بشار الأسد. مواطنون وتجار سوريون يطالبون بتغيير أو إزالة الرموز والشواهد التي ترمز إلى النظام السابق، ولا سيما العملة، خاصة تلك الورقة النقدية من فئة 2000 ليرة، فهي تحمل صورة رئيس النظام السابق الذي أطيح به، وهم أي التجار والمواطنون لا يرغبون برؤية رئيس النظام السابق على العملة. أكيد لازم فئة 2000 وفئة 1000 هدول عليهم الصورة، لازم يلتغوا 100% قولا واحدا يعني. ولكن في بين الناس يعني في عملة لازم تتبدل، يعني مو موضوع اتلاف، لانه ممكن العالم مجمعه. يعني بشار الاسد اخذ الذهب، اخذ الدولار، ما اخذ الليره السوريه، ما اخذ العمله اللي عليها صورته، فهي عملتنا احنا وليس عمله بشار الاسد. الجهات المختصه وتحديدا البنك المركزي السوري لم يصدر اي اوامر او تعليمات بوقف التداول باي فئه من الفئات النقديه، واكد على ضروره ان تقوم شركات الصرافه بفتح ابوابها للمواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه الشركات. كما طمأنت الحكومة الانتقالية الجديدة المواطنين السوريين بأن أموالهم وودائعهم في أمان. هلا انه لو بدها تنطبع عمله جديده، انه مثلا في ناس مثلا معها كميات كبيره من العمله السوريه ببيوتها موجوده، بدنا ما انه تفقد قيمتها، انه اخي مثلا انت عندك 5 ملايين 10 ملايين 100 مليون بالبيت، انه اخي يعطوك عواضه. اولا تبديل العمله واجب، تمام، وثاني شيء لازم اعتمادها بالليره السوريه، ما بدنا انه يربطونها بالدولار، تمام، بدنا اياها بالليره السوريه، والله يوفق الحكومة الجديدة إن شاء الله. تعتبر العملة أحد رموز وشواهد الدولة السيادية،
وقوة العملة المحلية مقابل العملات الأخرى مؤشر على قوة الاقتصاد ورخائه. وفي سوريا التي توصف بالغنية بثرواتها انهارت عملة النظام السابق قبل سنوات من انهيار النظام. نايف مشاكبة، سكانيوز عربية، سوق الحميدية، دمشق.